بداية يعني الشيخ طحنون كان شاهد على مراحل تأسيس دولة الإمارات ونهضتها، وأيضا أسهم في بنائها. شو اللي تتذكره من مآثر هذا الرجل الكريم؟ الحافلة أكيد بالعطاء والعمل الوطني المخلص. الله يحييكم ويبارك فيكم إن شاء الله، ويرحم الشيخ زايد ويرحم الشيخ طحنون الذي بنوا البلد من لا شيء. نتذكر من الشيخ طحنون الله يرحمه ويأجل الجنة، نتذكر من المواقفة الطيبة، نتذكر منه الدعم الطيب، نتذكر منه البناء اللي بناه للمواطنين في مدينة العين، وحاكم ممثل الحاكم في مدينة العين بنوا المجارة وأشرف عليهم، وبنوا الشعبيات وأشرف عليهم، وبنى المسايد الله يرحمه وأشرف عليها. وكان الشيخ طحنون الله يرحمه ويجعل الجنة رفيق للشيخ زايد من يوم هو صغير، وتربى على ايد زايد الله يرحمه ويرحمهم جميعا، ومشى مثل ما يريد زايد. ما كل خطوة يخطيها الله يرحمه إلا فيها نفع للبلاد وللعباد، وكان رحوم، وكان يعني الشعب لأمارة أبو ظبي كاملة، نحن نشوف طحنون كأبونا كلنا. ما نقول إن هذا بس حاكمنا، لا، أبونا الشيخ طحنون الله يرحمه، وكان يوقف ويانا في السراء وفي الضراء، ما تستوي مناسبات إلا ويانا الله يرحمه ويأجر الجنة. نعم. والفقيدة الشيخ طحنون الله يرحمه على الدولة كاملة. نعم. الوالد أنت كنت مرافق للشيخ طحنون، وكنت معاه في كثير من المناسبات، شو اللي افتقدته برحيل الشيخ طحنون؟ والله يا بنتي أنا كنت مرافق مع الشيخ زايد الله يرحمه، لكننا قريبين من الشيخ طحنون. نعم. الشيخ طحنون افتقدنا من الكثير، مو يعني أمارة يعني أبو ظبي ومدينة العين فقدت رجل عظيم، رجل حكيم، رجل يتعاطف ويا الصغير والكبير، مواقفه عندنا في قلوبنا ما تنسى يا بنتي، ما حد ينسى، ما حد ينسى مواقف الشيخ طحنون الله يرحمه. نعم. عند الكبير والصغير منا. نعم. مواقف في البناء الوطن لبناء في العين، مواقفه في زيارتنا اللي زورنا فيها في كل الحلة تسألين من كل واحد من مدينة العين. نعم. بيقول نعم طحنون ياني ووقفوا وياي كذا وصاروا وياي كذا. ما ننسى مواقف الشيخ طحنون الله يرحمه.